رجعت لك من الفاصل ورمضان كريم تاني عليكي وعلينا ان شاء الله. وكل اللي بقوله لك دلوقتي مع سحورنا الخفيف وحلقتنا النهارده، تعالي نشوف هنعمل ايه. انا تقريبا السلطه بتاعتي جاهزه، الفول كمان انا هطفي عليه ونحط كده حاجتنا مع بعض. احنا ممكن نحط الفول على طول، وتعالي نشوف هنكمل ايه في سحورنا النهارده. ممكن نطلع الفول دي. شكله يشهي، ريحته حلوة جدا وطعمه أكيد حلو إن شاء الله. أنا بس أضبط كده الطبق. تقريبا طبق الفول بالسجق. عايزة تقولي سدق، مش مشكلة يعني، مفيش حد هيقولك أنت بتقولي سدق ليه، يعني هو كل واحد بيسميه زي ما هو عايز. يعني أصحابي اسكندرانية بالنسبة لهم هو سدق. انا كده تقريبا اول طبق عندي خلص، ونقدر ولا اقولك هنقدمه بعد ما نخلص السلطه بتاعتنا كمان. واحط سلطه الطحينه اللي احنا عملناها بالزبادي والخيار وشويه التوابل. خلي بقى شكلها دايما ايه حلو كده، اكلتنا دايما يبقى شكلها حلو، تفتح النفس كده. وتعالي نشوف هنعمل ايه كمان في حلقتنا النهارده. هنعمل بقى حاجه يعني سحور بيض وجبنه وفول وكل المشتقات بقى بتاعه الفول، عدس بصاره، كل حاجه. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اغير بس في شكل الجبن والبيض والفول، بس هو هو مش هنطلع ومش هنزود الامكانيات. انا هعمل لك جريك سالد او سلطه بجبنه بيضه، يعني عشان يبقى اسمنا برضو دخلنا الجبنه. احنا مدخلين زبادي اللي هو البروتين الحيواني، مدخلين بروتين نباتي اللي هو الفول، الخضار هندخله كمان. انا عندي زعتر، شويه زيت زيتون بقى حلوين كده، وبعدين وانا راجعه ممكن نجيب شويه ملح مش كتير. وفلفل اسود. انا مش عايزه اكتر من كده، ممكن نحط ده بس في الحوض كده. وننظف مطبخنا حوالينا علشان كمان بعد السحور، يعني وانتي واقفه بتعملي كله في نفس الوقت كده بتنظفي في نفس الوقت، عندك بقى وقت بعد السحور يعني بألف هنا وشفا. السحور كمان اللي هتشوفيه عندنا هنا من مطبخنا ست البيت، بعد السحور هيبقى عندك وقت تصلي، هيبقى عندك وقت تقري قرآن، هيبقى عندك وقت تدعي، عندك وقت تتفرجي على التلفزيون، بس هيبقى عندك وقت يعني مش بس واقفة في المطبخ ليل ونهار. يعني احنا ممكن نخلي دي كده. هقطع خيار انا عايزاه تقطيعات عاديه، يعني عايزه تقطعيه مربعات مش هيقولك لا، تقطعيه كريه مش هيقولك لا، شرايح مش هيقولك لا. كده تقريبا تمام. قطعت الخيار، انا عايزه بس ايه اقلبه هنا. اللي طارت دي ان شاء الله انا هنضفها بعد بعد الحلقه تلوش، يعني كلنا بيحصل معانا الحاجات دي في البيت، حاجات تزروط كده الدنيا، بس على قد ما نقدر ان شاء الله يعني هنحافظ على نظافه اللي حوالينا. يعني انا مستعده جدا بسحوري اللي انا بعمله النهارده، ان انا اقول لجريني يلا نتسحر كلنا مع بعض. كل اللي عنده حاجه بيعملها، مفيش احلى من اللمه ولمه رمضان، مش بس على الفطور، على الفطار، على السحور كمان. انا بقيت بحس اصلا ان السحور الاحتفال بيه، او ان احنا قاعدين مستنيين السحور، وفي عزومات مخصوص للسحور، تحس ان هي وليمه مش بس سحور عادي. يعني بقيت اكتر من الفطار كمان، يعني الفطار بقى بالذات كمان في الحر اللي احنا فيه السنه دي، يعني
الواحد صايم ساعات طويلة قوي، فمش قادر يعني مش قادر ان هو ياكل مرة واحدة، وده الصح. انا هطعم بس الخضار بتاعي في زيت الزيتون والزعتر والملح، مش اكتر من كده. عندك نعناع ناشف حطيه هيبقى كويس قوي، حتى لو حطيتي نعناع اخضر مش هيقول لا خالص. طماطم يعني حديد يعني فيها ميه، حديد يعني ان شاء الله مفيش صداع طول اليوم باذن ربنا، او على الاقل اول اليوم، لاني الصداع دايما بقولها لك، الصداع مش بس من قله الميه، الصداع كمان من قله الحديد اللي واصل، اللي هو برد للجسم، اللي هو في نفس الوقت بيقلل وصول الاكسجين، والاكسجين لما بيبقى قليل وصوله للمخ، فبالتالي الدنيا شويه بيبقى فيه صداع وتعب. انا هقطع الجبنه البيضه بتاعتي خفيف كده، يا اما هعزم جيراني يا اما النهارده يعني ريحه السجق زمايلي في استوديو بيقولوا احنا ممكن احنا هنا نتسحر بيه، مش مشكله يعني جيراني ممكن نخليهم في حاجه تانيه. بصي والله انتي لو عزمتي حتى حد غريب اديتي له اكل من سحورك، ربنا يعني هيزيد في بركه بيتك وهيزيد في بركه اكلك، واحنا شعب اصلا كريم بطبعه، يعني احنا شعب كريم جدا. انا مش محتاجه دي خالص. عايزه تحطي الجرجير، الجرجير يعني فيتامين، بشره، شعر، يعني مش عشان صايمين طول اليوم فهنبوظ صحتنا، وكمان مش هنحافظ على الحاجات اللي داخله جوه صحتنا. في جرجير يعني في شعر كويس، في ضوافر كويسه، في بشره كويسه، وفي ميه كمان، فبتحافظ. احنا انا على قد ما بقدر بدخل الحاجات اللي تزود نسبه الميه اللي داخله جسمنا. وفي كمان اخضر يعني بيساعد على الهضم، يعني ان شاء الله، وفي خيار وطماطم، فان شاء الله ما فيش مشكله في صعوبه هضم الفول خالص. انا كل اللي هعمله ممكن نجيب على طول الطبق اللي هنعمل فيه السلطه بتاعتنا. ممكن نحط ليمون على السلطه كمان. ورمضان جانا يا احلى ست بيت قاعده متابعانا على قناه ست البيت، وان شاء الله سحورك دايما هيبقى عندنا. انا هقلب دي تقليبه بس خفيفه كده. رايكم بقى نحط السلطه هنا ولا نحط السلطه هنا؟ احنا ممكن نحطها هنا عشان نمشي النهارده الموت كله كده مع بعض. انا بس هفرش الجرجير كده، مش ديكور يعني ولا جارنش، الجرجير ده احنا هناكله، وكده كده عليه توابل اللي نازله من الزيت والزعتر. هنزل عليه بس، هنزل عليه شويه خضار كده عشان يبان، ده انا مش محتاجاه. تمام، هحط شويه جبنه، مربعات جبنه عاديه يعني، اي نوع جبنه، بس حاولي على قد ما تقدري ان انت تخلي الجبنه خفيفه الملح هي اللي موجوده يعني. جبنه فيتا موجوده، جبنه قريش كمان بتبقى هايله. انا كده تمام، ممكن بس ايه ننظف مكاننا علشان نقدم سحورنا الحلو النهارده. ويا رب النهارده كده يا رب يعني بعد السحور. انا الاغنيه دي بحبها قوي، لو شغلوا لنا دايما رمضان جينا دي بحبها قوي، بحس كده بجو رمضان يعني. انا كده تمام، هزود بس شويه خضار كده على الجبنه بالصلصه، مش بالصلصه يعني بالدريسنج اللي احنا عاملينه. انا عايزه الدريسنج كده ينزل في الجبنه كلها. نلم حاجتنا،
تعالي نقدم بقى حاجتنا النهاردة. احنا عملنا الجريك سالد او سلطة خضراء غنية بالفيتامين والحديد والمعادن، فان شاء الله ما فيش صداع في صيامنا بإذن الله، وعلى قد ما نقدر ان شاء الله مش هنحتاج مية كتير ان شاء الله ربنا يقدرنا. يعني عملنا سلطة الطحينة بالزبادي، زبادي كده عشان تبرد الدنيا شوية من الفول بالسجق اللي احنا عاملينه، وعملنا الطبق الأساسي بتاعنا الفول بالسجق. الفول بالسجق عليه بصل وسجق وطرنشات ليمون، هي اللي مدية الطعم يعني شوية النهاردة في الفول، ونشيل الضيفة العزيزة دي علينا. أنا سايبة عصير ليمون زيادة عشان لو احتاجتي على سفرتك أو يعني قاعدة بتاكلي فين محتاجة تزودي ملح في الأكل، فبقولك ما تزوديش بملح، خلي دايما الليمون جنبك، بالذات في السحور مش بس في الفطار، في السحور على قد ما تقدري محتاجة تزودي نسبة ملح خلي ليمون جنبك، كل ما تحتاجي ملح زودي ليمون، بتحافظي على جسمك، بتحافظي على نسبة المية اللي محتفظة بيها جسمك خلال ساعات الصيام. وبقولك إن شاء الله بإذن الله سحورك دايما هيبقى عندنا من مطبخي هنا ومن قناة ست البيت. رمضان كريم عليكي وعليا، ومستنياكي في حلقة جديدة إن شاء الله على مدار الشهر كله، وسحورك دايما هيبقى معايا. السلام عليكم.